تشهد العديد من دول العالم تنفيذ برنامج التحول إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا. نتابع المزيد في العرض التالي مجددا مع الزميلة رغدة بكر. أقرت العديد من دول العالم برنامج التحول إلى الدعم النقدي المشروط الذي يهدف تعزيز العدالة الاجتماعية بل وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجا. أبرز هذه التجارب يأتي من البرازيل من خلال برنامج بولسا فاميليا. هذا البرنامج تم تطبيقه بنجاح كبير واستهدف الملايين من الأسر الفقيرة. بفضل هذا البرنامج أدت تلك الخطوة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر وتحسن مستوى التعليم والصحة في البلاد. حقق برنامج بولسا فاميليا توازنا بين دعم الأسر الفقيرة وضمان الاستثمار في التعليم والصحة، ما أدى إلى تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة بل وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. لكن في الهند بدورها اعتمدت برنامجا يهدف إلى تحويل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي يحول مباشرة إلى حسابات المستفيدين البنكية بهدف تقليل الفساد والحد من التسرب المالي وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بمعايير محددة للاختيار. يعتمد هذا أيضا على بيانات حكومية لتحديد الفئات المستحقة فضلا عن مراقبة وتقييم برامج الدعم باستخدام تقنية تحليل أداء النظام بصفة دورية لقياس الأثر الاجتماعي وحتى الاقتصادي للبرنامج. في الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت نظام الدعم النقدي المشروط، وهو برنامج يهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض مع اشتراطات، تهدف هذه الاشتراطات إلى تعزيز التعليم والصحة مع البرنامج. ويركز هذا النظام على دعم الأسر من خلال توفير حوافز للالتزام بمتطلبات معينة مثل تسجيل الأطفال في المدارس أو الحصول حتى على الرعاية الصحية. يتم تحديد الأهلية بناء على الدخل، على عدد الأفراد، أفراد الأسرة، ومعايير اجتماعية واقتصادية أخرى مختلفة لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا لتشجيع تلك الأسر على الاستثمار في تعليم الأبناء. أما في المملكة العربية السعودية نفذت نظام الدعم النقدي المشروط والمعروف باسم برنامج حساب المواطن، وهو مبادرة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض وحتى المتوسط. ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر من خلال تقديم مساعدات مالية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بالتأكيد في ظل الإصلاحات الاقتصادية وحتى التغيرات في الأسعار. يشترط هذا البرنامج على المستفيدين تحقيق الأهداف مثل تحسين مستوى التعليم والصحة، ويشمل البرنامج جميع المواطنين السعوديين لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو الحال بالتأكيد في تركيا. تركيا أيضا دشنت نظام دعم نقدي مشروط والمعروف باسم برنامج المساعدة الاجتماعية بهدف تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض والضعيف لتحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة ولتعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول التعليم والرعاية الصحية للأطفال. يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة الالتزام بمعايير معينة مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة، الحصول مثلا على الرعاية الصحية كاملة. لكن بدورها ماليزيا نفذت مشاهدين نظاما الدعم النقدي المشروط أيضا بهدف تقديم بالتأكيد مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين مستوى المعيشة بالتأكيد كما ذكرنا للأسر الأكثر احتياجا ولمحاربة الفقر. تقوم ماليزيا بصرف المساعدات المالية لمواطنيها وبشكل دوري، لكن عادة ما تتم عبر التحويلات البنكية أو الشيكات، وبالتأكيد هذا بيسهل على الأسر الحصول على هذا الدعم. إذن مشاهدينا، التحول إلى الدعم النقدي المشروط بات خطوة استراتيجية تعتمدها الدول لتعزيز العدالة الاجتماعية ولتحسين استهداف الموارد. فمن البرازيل كما ذكرنا إلى ماليزيا، هذه التجارب الدولية أثبتت أن تقديم المال وبشكل مباشر مع وضع بعض الشروط الاجتماعية يحقق نتائج مستدامة.